صحيتو ليكيب. اوحل الوقت باش نحكو شويه على اسعار الكونسول. بون جماعه لي بري اللي راح نحكيو عليهم في هذا الفيديو ما راحش يكونوا مختلفين بزاف على هذيك الفيديو اللي درتها لكم قبل هذه. هي عليكم يا حل، كاين اللي زادوا شويه كاين اللي نقصوا شويه، دوك نشوفوا كاع التفاصيل. كالعاده خاوتي في هذا الفيديو ما راحش نحكيو على الاسعار تاع الاكس بوكس 360 فات بي اس 3 فات. ديجا ما نصحكمش كامل بهذه الكونسول خاوتي لانه فيهم عده مشاكل، ولكن راح نحكم البي اس 3 سليم حتى البي اس 5 بالاكس بوكس 360 سليم حتى الاكس بوكس سيريز اكس. ناحيه نينتندو خاوتي راح نحكيو على نينتندو سويتش لايت، سويتش عادي، والنينتندو سويتش اوليد. وطبعا جماعة بلا ما نقول لكم باللي الاسعار اللي راح نحكيو عليهم في هذا الفيديو ما جبتهمش من دماغي ولكن من السوق ومن الحوانت. وفيت خاوتي كالعاده بلا ما نطول عليكم بزاف خلينا نروحو نبداو في الفيديو ديالنا. تنبيه صغير قبل ما نبداو هذا الفيديو خاوتي، البري راح نعطيهم لكم هما تاع كونسول مع مانيطه وحده جماعه، ومن بعد تكلا بالكم باللي السومات تختلف، كاين اللي تجي معاهم جو مانيطات، كاين اللي تجيب العلبه، كاين اللي تجيب لها علبه، كاين اللي تجي معاها سيديات اكسسوارات، كاين اللي فيها ديسك دير 500 جيجا، كاين اللي فيها ديسك دير 1 تيرا الى اخره. صح بسم الله خوتي كالعاده نبداو باجهزه الاكس بوكس. حاجه باينه باللي راح نبداو بجهاز الاكس بوكس 360 سليم واللي هو افضل جهاز اكس بوكس بالنسبه ليا خوتي. مفيد السعر تاعو راه يتراوح ما بين 14000 و 18000 دينار جزائري، اي ما بين مليون و 400 ومليون و 800. مورا شباب بعدنا الاكس بوكس 360 الترا سليم اللي السعر تاعها يتراوح ما بين 15000 و 20000 دينار جزائري، اي ما بين مليون و 500 و 2 ملايين. وبعد هذيك شباب على بالكم باللي السعر يختلف حسب الحاله تاع الكونسول، كاين اللي تلقاوها حبه نقيه، كاين اللي تلقاوها حبه معفونه خدمه بزاف، قلت لكم على حسب الديسك ديرها فيها من مانيطه. مثلا انا غير كيما بعت واحد كيما هذا الواحد المره شريته لوليدها حسبته لها 1400. بون ماشي تاعي خوتي، على بالكم باللي انا ما نبيعش لي كونسول تاع واحد نعرفو حب يبيعو عطاه لي، باسكو دي فوا كاين عباد يحبوا لي يبيعوا لي كونسول تاعهم يبعثوا لي يقولوا لي خويا رفيق شفنا شاري تسمك باش تكون ثقه وكذا. كيما كان الحال بعثوا لها خوتي جات لهنا سيتها لها هكذا تسمك باش تكون شفافيه والثقه تسمك هي تروح مهنيه. المهم خوتي السعر تاعو راه يتراوح ما بين 15000 و 20000 دينار جزائري. والان جماعه حان الوقت باش نحكي لكم على سعر جهاز الاكس بوكس 1 اللي السعر تاعو طاح شويه مقارنه مع الفيديو اللي درتها لكم من قبل. المهم خوتي السعر تاعو يتراوح ما بين 26000 و 34000 دينار جزائري، اي ما بين 2 ملايين و 600 و 3 ملايين و 400. وبعد ذلك خوتي كيما قلت لكم حسب الحاله تاعو، يعني ممكن تلقاوه اكثر كيما ممكن تلقاوه اقل. مورا يا جماعه عندنا الاكس بوكس 1 اس جهاز شباب بزاف بالنسبه ليا افضل من ال 1، والبري تاعو خوتي راه يتراوح ما بين 34000 و 40000 دينار جزائري، اي ما بين 3 ملايين و 400 و 4 ملايين. وبعد ذلك بيان سور خوتي على بالكم باللي الاكس بوكس 1 اس كاين اللي يجي فيه 500 جيجا وكاين اللي يجي فيه 1 تيرا، تسماك البري سا ديبو خوتي، كاين اللي يجي معاه جيم باس فيه العاب مستاليين الى اخره. مورا يا جماعه الخير عندنا الاكس بوكس 1 اكس اللي هو جهاز قوي جدا ويدعم ال 4K، تسماك اللي عنده تلفاز 4K والله غير راح يستخلوها به خوتي. والسعر تاعو طاح تانيك شويه خوتي كيما الاكس بوكس 1 ومازال يزيد يطيح باذن الله. المهم البري تاعو يتراوح ما بين 42000 و 48000 دينار جزائري، اي ما بين 4 ملايين و 200 و 4 ملايين و 800. نفوتوا لاجهزه النكست جن تاع الاكس بوكس. حاجه باينه خوتي باللي راح نبداو بالاكس بوكس سيريز اس اللي هي جهاز اسطوري بالبزاف اللي كيف ما نكذبش عليكم انا عجبتني مليار، وهذه هي اول كونسول نيكست جن اللي كسبتها. ولكن للاسف خوتي راني نشوف باللي هاد اليامات السعر تاعها عاود طلع شويه، باسكو في الحوانت راني نشوف فيها راهي دير ما بين 64 و 65000 دينار جزائري، وهذا شيء مؤسف لانه من قبل كانت دير 57 58. هذه نحكي لكم في الحوانت، ولكن برا راهي دير ما بين 52000 و 58000 دينار جزائري، يعني حب يقول بين 5 ملايين و 200 و 5 ملايين و 800. نتمنوا ان شاء الله تعاود طيح السعر تاعها، باسكو والله غير كونسول فريمون مليح بالبزاف، تسمى كلي ما عندوش امكانيه باش يشري بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس سيريز اكس ولا هاديه، راح تخرج عليه وراح يستمتع بها. ونختموها خوتي باقوى كونسول تاع مايكروسوفت واللي هي الاكس بوكس سيريز اكس، لاني شفت ثاني بلي الثمن تاعها طاح شويه بارابورا. نعطي لكم مثال جماعه عند الحانوت تاع لي جو سيليكت جيم ستور كيما راكم تشوفوا راهي دير 11 مليون و 800. هذه يعني نحكي لكم جديده عند الحانوت خاوتي، تسمك غير مستعمله، اما بالنسبه لبرا تسمك مستعمله واوكازيون سعر تاعها يتراوح ما بين 9 ملايين و500 و11 مليون. والان شباب نجوزوا لاجهزه البلاي ستيشن، وعلى بالي بلي فقتوا بلي بدلت الزاويه وبدلت التريكو. راه ليكيب نبداو بجهاز البلاي ستيشن 3 سليم اللي السعر تاعو راه يتراوح كيما تاع الاكس بوكس 360 ب 14000 و 18000 دينار جزائري، اي ما بين مليون و400 مليون و800. ومورا خاوتي عندنا البي اس 3 الترا سليم اللي هذا تانيك السعر تاعو كيما تاع الاكس بوكس 360 الترا سليم اللي هو ما بين 15000 و 20000 دينار جزائري، اي ما بين مليون و500 و2 ملايين. اما بالنسبه للبلاي ستيشن 4 فات السعر تاعو يتراوح ما بين 30000 و 38000 دينار
جزائري او ما بين 3 مليون و 3 مليون و 800. هذه بالنسبه للبي اس 4 غير الفلاشي خوتيه، لانه الفلاشي تلقاوها اكثر، تلقاوها اكثر من 4 ملايين. وبالنسبه للبي اس 4 سليم البري تاعو يتراوح ما بين 42000 و 48000 دينار جزائري، او ما بين 4 ملايين و 200 و 4 ملايين و 800. كيف نفس الشيء كيما الفات خوتيه غير الفلاشي، لانه الفلاشي قلت لكم تلقاوها الفيرسيون فلاشي تلقاوها توجور غاليه على الفيرسيون اونلاين. كيما هذا فيرسيون فلاشي تلقاوها خوتي من 5 ملايين وطلع. وبالنسبه للبلاي ستيشن 4 برو السعر تاعو يتراوح ما بين 52000 و 65000 دينار جزائري، او ما بين 5 ملايين و200 و6 ملايين ونص. ولكن ماشي هذه خوتي، هي اديسيون ليميت، يعني نحكي لكم بيان سور هاد لي بري تاع لي كونسول ستوندار، يعني كونسول عاديه بلاي ستيشن 4 كحله نورمال. وبالنسبه لاخر كونسول تاع سوني اللي هي حاجه باينه بلاي ستيشن 5، السعر تاعها مثلا عند الحانوت تاع لي جو سيليكت جيم ستور جديده راهي دير 12 مليون و600. كيما راكم تشوفوا خوتي برودوي اوروبيا، يعني هابطه من اوروب. اما بالنسبه لبرا سمات مستعمله واوكازيون، السعر تاعها يتراوح ما بين 10 ملايين و11 مليون و500. والان خوتي بلا ما نحكي لكم انا نستبدل التريكو ولي بري تاع نينتندو سويتش خوتي، دوك نشوفوهم في السيت تاع الحانوت تاع لي جو سيليكت جيم ستور. فوالا جماعه الخير، هنا رانا في السيت تاع الحانوت تاع لي جو سيليكت جيم ستور اللي درنا ديجا طلا فيه. حنا نروحوا لهنا الكونسول ومن بعد هذيك هنا يخرجوا لنا كامل لي كونسول كيما تاع مايكروسوفت لي اكس بوكس تاع نينتندو وتاع سوني بلاي ستيشن. حنا الحاجه اللي تهمنا هي هذه يا خوتي لي نينتندو سويتش. هنا عندكم لي بري تاع السويتش كيما هذه يا لايت راهي دير 41900 دينار في لا كولور غريز هذه ولا لا كولور تركواز. عندكم نينتندو سويتش اللي فيها لي جويكون روجي بلو يعني احمر وازرق راهي دير 58900 دينار جزائري. ومن بعد كاين لي فاريونت خوتي، كاين كيما هذه باك تاع ماريو كارت ويد دوليكس دير 69000 دينار، كاين هذه ايديسيون ليميتي مونستر هانتر رايز دير 71900. على بالكم باللي لي زيديسيون ليميتي غاليين خوتي ماشي كيما الايديسيون ستوندار. نقول لكم كيما هذه ايديسيون انيمال كروسينغ ثاني دير 75900. وعندكم نينتندو سويتش اولاد العاديه اللي دير 69900 او 7 ملايين. ومن بعد هذيك عندكم ثاني لي زيديسيون ليميتي تاع سويتش اولاد كيما هذه اللي عندي نسخه بوكيمون دير 84500 دينار. انا ديت عليهم غير كيما حبه كيما هذه، انا درت لكم عليها فيديو. وكاين هذه ثاني نسخه بزاف شابه نسخه سبلاتون 3، هذه سويتش اولاد نسخه سبلاتون 3 دير 81500، شويه رخيصه على نسخه البوكيمون. هذه بالنسبه لي كونسول جدد خوتي يعني غير مستعمله. اما بالنسبه للوكازيون كيما سويتش لايت تلقاوها برا ما بين 24000 حتى 30000 دينار جزائري. نينتندو سويتش كيما هذه 2019 برا تلقاوها ما بين 25000 حتى 42000 دينار جزائري. ومن بعد سا ديبو خوتي قلت لكم حسب الحاله تاعها بيان سير. بالنسبه للنينتندو سويتش اولاد برا راهي دير بين 45000 و55000 دينار جزائري. والله ليكيب انا وصلنا لنهايه الفيديو، نعطيكم بعض النصائح خوتي. النصيحه تاعي الاولى جماعه الخير اللي هي اللي عنده الامكانيات دو بريفيرونس يشري كونسول جديده. بون دوكا تي كان نحكي لكم بيان سور على لي كونسول نيكست جان اللي تلقاوهم جدد في الحوانت، ماشي كيما دوكا تيك باش تلقاو اكس بوكس 360 ولا بي اس 3 ولا جديده في الحانوت، تقدروا تقولوا شبه مستحيل. المهم خوتي اللي عنده الامكانيات دو بريفيرونس يشري وحده جديده، واللي ما يقدرش يشري وحده اوكازيون. ولكن حذاري خوتي، الواحد توجور لازم يعرف وين يشري. تفقدوها مليح جماعه، ومن حقكم تقولوا له السيد انا حاب نسييها، يدبر راسه ويديكم للدار لكش بلاصه ولا وين يجربها. باسكو من بعد كون تعرفوا العقليه خوتي تلقاو فيها ديفو، تلقاوها تسخن ما تقراش السيدي، ولا من بعد يوليو ما يرفدوش عليكم في التليفون، ما يجاوبوكمش في الميساج الى اخره. كاين الناس ما تخافش ربي، الله يهديهم على كل حال، الله يهدينا كامل. المهم هذه هي شبيبه توجور فيريفيو مليح. حذاري ثانيك ملي كونسول مبانيا خوتي، تسمى كونسول مبانيا على بالكم باللي ما كاش كاع كيف تفيقوا لها، ابار كي تجربوها بالكون تاعكم يتسمك سينو ما تقدرش. دوك كي تشوفها هكذا من برا تبان لك جديده وكذا، تلحق للدار نتا فرحان كذا بسيب شلايم تاع دوك الدراهمات باش شريتها، من بعد تلحق للدار تلقاها مبانيه، من بعد تحصل تولي في حل وربط. تسمك الواحد توجور لازم ياخذ الحذر تاعو. المهم خوتي هذه هي توجور فيريفيو مليح، وسورتو عرفوا وين تشرو. قلت لكم دو بريفيرونس اذا واحد عنده امكانيات ميم كونسول اوكازيون دو بريفيرونس تشريها على محل افضل، باسكو كاين حوان تاع لي جو يبيعوا هكذا اكس بوكس 360 بي اس 3 اوكازيون. سماك على الاقل عندكم سيفري تشريها غاليه على برا، هذه حاجه باينه. مي شنو عندك هذيك لا غارونتي خوتي، دوك غدوه من غدوه تلقى فيها مشكل ديها له ترجعها له ولا يخدمها لك ولا بدون حتى مشكل. هذه يا جماعه. المهم ان شاء الله يكون عجبكم شويه الفيديو يكون فاتكم. نعاود نذكركم خوتي باللي الاسعار هذوما ماشي راح تلقاوهم 100% سوا سوا كيما قلت لكم، سيرتو حسب الولايه وين تسكنوا. دوك مثلا واحد يسكن في الجنوب بالك راح يلقى السعر غالي على واحد يسكن
هنا في العاصمه باسكو على راه في منطقه بعيده تماك باش يديروا له ليفريزون راهي شويه جبداك وتعرفوا العقليه تماك ساديبو خاوتي تقدروا تلقاوهم اكثر كما ممكن تلقاوهم اقل مي انا عطيت لكم يتماك كما يقولوا ابيبري على حساب واش راني نشوف في الاسواق في السيت هذاك واد كنيس في الفيسبوك ماركت بليس برا في الحوانت تماك على حسب انا الدومين تاعي خاوتي انا حياتي كاع لي جو تماك على حسب واش راني نشوف هاد الايامات ونتمنوا ان شاء الله يزيدوا ينقصوا في الاسعار سورتو لي كونسول جدد هادو ما ديجا صافي طاحت شويه البي اس 5 طاحت شويه سيريز اكس سيفري سيريز اس عاود طلعت شويه باسكو عليها كاين بزاف الناس راهم يشروها تما كاين طالب بزاف عليها خاوتي وهي تسمك اوتوماتيكمون حاجه كي تكون عليها طالب بزاف هي راح تنقص من السوق سي بور سا تزيد شويه في الصومه ان شاء الله تعاود توفر تكون يعني راهي متوفره ان شاء الله تكون متوفره اكثر من الطالب تاعها باش هكذا الصومه تاعها تزيد تطيح باذن الله المهم جماعه الخير ما تنساوناش الدعم لايك وسبسكرايب وانا ما بقى لي غير نقول لكم نعاودو نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله وتهلاو في روحكم سلام.